الله وكيلك حاسس حالي كأنه قاعد بمدرسة ابتدائية. يا الله شو هاي كمان؟ شو بد عينك بابا؟ يا حبيبي ياوي شو لا حقنا على الدعسة المدير قال ممنوع فصفصة البزر أنا بدي جيب ترمس معي قال ممنوع فصفصة البزر داخل الباص مو ناقص غير بقى نقعد مثل الصنم وما نتحرك اسمعي وسطحي رايحين على مدرسة لأنه سحور ها قلت لك بنقدر ناكل إطعمين أكيد إيه لأنه ما إلها أجر